أهلا بكم. البداية مع العناوين. لافروف مستعدون للتفاوض فقط عند تنفيذ شروط بوتين بإلقاط السلاح. لودريان بوتين اختار إخراج أوكرانيا من خارطة الدول. الرئيس عون: بيروت تفتح أبوابها للجميع وخاصة للأشقاء العرب. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالOTV. البداية من التطورات في أوكرانيا، إذ أكد المستشار في الرئاسة الأوكرانية لوكالة رويترز أننا نريد السلام، وإذا كانت المفاوضات لا تزال ممكنة فيجب إجراؤها، مشيرا إلى أننا لا نخشى الحوار مع روسيا بما في ذلك بحث وضع حيادية أوكرانيا. في وقت سابق أعلن مسؤول في مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا جاهزة للتفاوض مع روسيا في شأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن، ولكن يجب أن تحصل ضمانات أمنية بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسية فلاديمير جباروف في تصريح لوكالة سبوتنيك أنه لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، معتبرا أننا نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلا أم آجلا إلى أوكرانيا، وليس القوميين ولكن السياسيين الطبيعيين. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يكذب ويقول أنه مستعد للبحث في الوضع المحايد، ولفت في مؤتمر صحفي من موسكو إلى أن الرئيس الأوكراني لم يلتزم باتفاقية مينسك وتحالف مع الناتو وسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن تدخلنا جاء لحماية إقليم دونباس من الاعتداءات الأوكرانية المتكررة، ومؤكدا أنه لا يمكن الاعتراف بحكومة تقوم بقمع وإبادة شعبها وتمنع اللغة الروسية، مشيرا كذلك إلى أننا مستعدون للتفاوض فقط عند تنفيذ شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تلقي أوكرانيا السلاح وتشكل حكومة ممثلة للجميع، معتبرا أن النظام الحالي في كييف يخضع للولايات المتحدة والغرب والنازيين الجدد كما سماهم. وفي المواقف، أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إخراج أوكرانيا من خارطة الدول، معتبرا أن سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باتت مهددة بالهجوم الروسي. وقال لودريان في تصريح لإذاعة فرانس أنتر أن الحرب شاملة، الرئيس بوتين اختار إخراج أوكرانيا من خارطة الدول. كذلك وصف لودريان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه صانع حروب، معربا عن خشيته من أن يمتد الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى مولدافيا وجورجيا. إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الاتحاد الأوروبي يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام العالمي، وذلك بعد الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ولفت أمام الصحفيين قبل بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية في باريس إلى أننا نريد عزل روسيا ماليا، نريد تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسي. وللمزيد من التفاصيل حول مسار الحرب والتطورات السياسية المرتبطة بها، ينضم إلينا أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية الأستاذ جمال وكيم. يعطيك العافية أستاذ جمال. يعطيكم العافية، تحياتي. أهلا وسهلا. هذه الحرب إلى أين وهل ستستمر لمدة طويلة؟ يعني لا أعتقد أنها ستستمر إلا لحين تحقيق الأهداف الروسية لحماية الروس في أوكرانيا، يعني الإثنية الروسية في أوكرانيا، أي تحديدا في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، والإطاحة بزيلينسكي، وذلك لأنهم يعني لأن الروس أعلنوا أنه لا يستطيع عون التفاوض مع زيلينسكي الغرب، فبالتالي يجب أن نتوقع استبدالا للحكومة الحالية في أوكرانيا والبدء بمحادثات سلام، على أن تكون أوكرانيا غير منحازة للغرب وغير يعني لا تمتلك سلاحا استراتيجيا يهدد. هل تعتقدون أستاذ جمال أنه الأهداف الروسية ستتحقق حتما لا محالة؟
يعني بتقديري حتى الآن حسب مسار الأمور فإننا نجد أن الروس يحققون أهدافهم وبسرعة، يعني الجميع متفاجئ بسرعة العملية العسكرية في تحقيق أهدافها، ومن هنا فإننا نعتقد أن هذه العملية لن تكون بعيدة عن تحقيق أهدافها خلال الأيام القليلة. ماذا عن التدخل الغربي في وجه روسيا؟ يعني بالأساس من افتعل الأزمة هم الغرب، لأنه حاولوا جعل أوكرانيا قاعدة، يعني بضم أوكرانيا أو محاولة ضم أوكرانيا للناتو، فإنهم يريدون تحويلها إلى قاعدة لتهديد قلب روسيا، وهو ما لا يمكن لروسيا أن تسمح به، ولذلك وجدنا هذا الرد الفعل وهذه العملية العسكرية في أوكرانيا، لأن روسيا لا تستطيع تحمل صواريخ متوسطة المدى على حدودها، خصوصا أن كييف بعيدة فقط من 100 كيلومتر عن موسكو، وبالتالي أصبحت بمتناول يد الغربيين. يعني لو أن أوكرانيا انضمت إلى حلف الناتو لكانت موسكو أصبحت في متناول ضربة غربية سهلة، ولا أصبحت موسكو أو روسيا يعني تحت التهديد المباشر للغرب. نعم أستاذ جمال، نعم. كان حكي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقوم بوساطة أو بمسعى معين لتكون هناك قمة بين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، هل من الممكن بعد لا يزال عقد هكذا قمة؟ يعني بتقديري انه المسعى الفرنسي لا يمكن ان ينجح من دون ضوء اخضر امريكي، ولكن لا اعتقد ان الروس مستعدين الان لهكذا قمه قبل حسم الوضع في اوكرانيا، يعني هم لن يساوموا على الوضع في اوكرانيا، بل انهم سينهون اعمالهم في اوكرانيا وينتقلون، يعني اذا كان من قمه فانها يجب ان تبحث بالنسبه للروس بالتواجد الامريكي في اوروبا الشرقيه، يعني قوات الناتو، تواجد قوات الناتو في جمهوريات البلطيق وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، يعني حسب الاتفاق الأصلي بين الاتحاد السوفيتي قبل انهياره وبين الولايات المتحدة، يعني زمن غورباتشوف وجورج بوش الأب، كان على الولايات المتحدة ألا توسع الناتو شرق ألمانيا، ولكنها فعلت ذلك رغم كل شيء. الآن إذا كان هنالك من قمة فإنها يجب أن تبحث في هذا الأمر، يعني انتشار الناتو في شرق أوروبا. نعم، شكرا لك جمال وكيم على هذه شكرا. المداخلة، أنا بتشكرك. الأزمة الأوكرانية والحملة العسكرية الروسية تطرح تساؤلات عدة عن تأثير هذه الحرب على أسعار النفط والحبوب. فور إعلان الهجوم الجوي والبري للجيش الروسي على أوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، وصل إلى ما يقارب $105، وهو أعلى مستوى منذ 14 آب 2014. وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط $5.48 أو 6% إلى $97.58 للبرميل، بعد ارتفاعها إلى $98.46 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 آب 2014 وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وصعدت أسعار النفط بأكثر من $20 للبرميل منذ بداية 2022 بفعل مخاوف من فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي واضطراب الإمدادات. وإلى جانب النفط، رجح محللون وتجار أن ترغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا الدولتين الكبيرتين المنتجتين للحبوب في العالم مشتري القمح والذرة وزيت دوار الشمس على البحث عن شحنات بديلة، وهو ما يرفع أسعار الأغذية العالمية التي تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة. وتسهم الدولتان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية و19% من إمدادات الذرة في العالم و80% من صادرات زيت دوار الشمس، الأمر الذي يجعل التجار يخشون أن تؤثر الحرب على حركة الحبوب وتدفع المستوردين للبحث عن بدائل للإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود. وسجلت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية أعلى مستوى تداول يوم أمس الخميس، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ عام 2012، وواصلت أسعار القمح ارتفاعها لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر. شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا، تفاصيل عنها في هذا التقرير.
تقع جمهورية القرم وهي رسميا لم تزل جزءا من أوكرانيا في شبه جزيرة تمتد من جنوبي أوكرانيا بين البحر الأسود وبحر أزوف، ويفصلها عن روسيا من الشرق مضيق قرش. في أوائل عام 2014 أصبحت شبه جزيرة القرم محور أخطر أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني المنتخب الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش باحتجاجات شابه العنف في العاصمة كييف. عند ذاك قامت القوات الموالية لروسيا بالسيطرة على القرم، وبعد ذلك صوت سكان المنطقة وغالبيتهم من ذوي الأصول الروسية في استفتاء عام للانضمام إلى روسيا الاتحادية، ولكن أوكرانيا والدول الغربية قررت أن الاستفتاء كان غير شرعي. وتاريخيا كانت الأمبراطورية الروسية سيطرت على القرم وضمتها أبان حكم كاثرين العظيمة في عام 1783، وظلت جزءا من روسيا إلى عام 1954 عندما قام الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف بإهدائها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية آنذاك من أجل تعزيز الوحدة بين الروس والأوكران. ويشكل الروس أغلبية السكان في القرم، ولكن تسكن في المنطقة أيضا أقليات لا بأس بها من الأوكرانيين والتتار. منحت شبه جزيرة القرم حكما ذاتيا باعتبارها جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي عقب الثورة البولشفية عام 1917، واحتلها هتلر أوائل عام 1940 قبل أن يخرج منها النازيون. وحين ذاك اتهم جوزيف ستالين تتار القرم بالتواطؤ مع المحتل النازي، وقام بتسفيرهم إلى آسيا الوسطى وسيبيريا عام 1944 في عملية كلفت أرواح الكثيرين منهم. ولم يسمح لهؤلاء التتار بالعودة إلى موطنهم الأصلي في القرم إلا بعد انهيار وزوال الاتحاد السوفيتي. وعندما عادوا وكان عددهم يناهز الربع مليون في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وجدوا أنفسهم في دولة مستقلة جديدة هي أوكرانيا، حيث واجهوا نسبة بطالة عالية جدا وظروف سكن رديئة للغاية. نتيجة لذلك نشبت توترات واحتجاجات متواصلة تتعلق بحقوق الملكية، إذ أن تمليك الأراضي في القرم للتتار كان أمرا خلافيا في أوكرانيا. وعقب إعلان استقلال أوكرانيا سعى سياسيون روس في القرم إلى توثيق علاقات شبه الجزيرة مع روسيا وإلى تثبيت سيادتها من خلال سلسلة من الخطوات وصفتها الحكومة الأوكرانية بأنها منافية للدستور الأوكراني. وينص الدستور الأوكراني الذي سن عام 1996 على أن القرم لها وضع الجمهورية ذاتية الحكم، ولكنه نص أيضا على أن القوانين التي تسن في القرم يجب أن تتماشى مع القوانين الأوكرانية. وللقرم برلمانها الخاص وحكومة لها صلاحيات للتحكم بالأمور الزراعية والسياحية وتلك التي تتعلق بالبنية التحتية. ولتتار القرم برلمان خاص أيضا غير رسمي يدعى المجلس، يقول إن الغرض منه إعلاء حقوقهم ومصالحهم. يعد ميناء سيفستابول قاعدة بحرية مهمة، وكان مقر أسطول البحر الأسود الروسي منذ الحقبة السوفيتية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي جرى تقسيم الأسطول بين روسيا وأوكرانيا، وكان وجود الأسطول الروسي في سيفستابول مصدر توتر بين تركيا وأوكرانيا منذ ذلك الحين. ففي عام 2008 طالبت أوكرانيا التي كان يحكمها آنذاك الرئيس فيكتور يوتشينكو الموالي للغرب روسيا بالامتناع عن استخدام أسطول البحر الأسود في صراعها مع جورجيا، ولكن البلدين اتفقا على بقاء الأسطول الروسي في مقره في سيفستابول حتى عام 2017. ولكن بعد انتخاب فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا رئيسا لأوكرانيا عام 2010، وافقت أوكرانيا على تمديد بقاء أسطول البحر الأسود ب 25 سنة بعد عام 2017، مقابل حصول أوكرانيا على الغاز الروسي بأسعار تفضيلية. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد أكد للأو تي في أن الروس يتفهمون الوضع اللبناني، ولكن أعربوا عن عتبهم أمس بوضوح من بيان وزارة الخارجية. كذلك أشار أبو زيد أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل لعقد لقاءات في وزارة الخارجية لتوضيح الصورة، كما سألتقي السفير الروسي في لبنان قريبا. ليلا كان في بيان يعني أخذ كثير ضجة لوزارة الخارجية اللبنانية، صحيح، خاصة لناحية عبارة أنه يدين لبنان الهجوم الروسي ويدعو روسيا إلى سحب قواتها فورا. صحيح. يعني وعينا اليوم الصبح شفنا على مواقع التواصل حتى بالصحف، صح، أنه مين لبنان تا يعمل هيك بيان بوقت أنه يمكن في ناس آخرين مرحبين بلبنان. طبعا في ناس لبنان بالعادة بننقسم على هالأمور، بالعادة نحن بننقسم على كل حدث بالعالم بصير، بس مفارقة أنه وزارة الخارجية يعني الموقف الرسمي بالسنوات لك بالسنوات الماضية يعني تميز لبنان بعلاقة جيدة مع روسيا حقيقة، وهذا هالعلاقة تقدمت وتحسنت يوم عن يوم. مثل ما قلت لك أنا لبنان يحترم مواثيق الأمم المتحدة ويعني بيشتغل على أساسه، ما بريد التدخل بأي شؤون أخرى للدول، ولا هو مع تدخل اي دوله اخرى بالشؤون تبعه، وهذا بينسحب على موقفه من الموضوع اللي عم بيصير بروسيا اليوم. ولكن كلمه الاداني والعدوان، ما انت ما فيك تحط حالك بنفس المكان اللي روسيا يمكن موجوده فيه،
ولبنان مضطر بهذه المرحلة. طب ما رئيس الحكومة بيدعو لشو؟ نائب النفس والوسطية. نائب النفس خلاص بذلك انت اذا الحكومة بتنقب النفس ليه مضطر تاخذ موقف مثل هذا تحط دولة من تركيا بالنسبة لك صداقة تربطك فيها كدولة وخصوصي مع رئيس الحكومة كشخص يعني حتى عم بحكي انا وياك حتى نوصل لهالمرحلة وبعدنا جايين من موسكو عم نقول لموسكو اذا بتريدي بدنا مساعدتك حتى تقدري تمولي مشروع بناء الخزانات النفط يلي موضوع يلي عنا اياه بشمال لبنان بناء على طلب وزير الطاقة. ما بده واحد يوازن مصلحة لبنان بهذا الموضوع ويكون بيمشي على حد يعني بالطرف اللي هو بيأمن مصلحته مش لانه حتى يسمع لي بس هو استاذ امل مش بالنسبه للموضوع الروسي بالنسبه للموقف الامريكي لانه بالمطلق انه هيدا البيان مراعاه نوعا ما صحيح للامريكيين مثل ما اليوم حتى شريط الاخبار مثلا صحيح صحيح انه الامريكان بيتاثروا ببيان بالطالع وبالنازل يعني يمكن لكن انتبه اوقات الدول بسألك ما بعرف يعني بتصير يمكن هالامور يمكن اوقات الدول في دول بهيك مفاصل سياسيه بصير يطلبوا من الدول اللي هن في عندهم علاقه جيده معهم تأييد بالسياسي لانه خارج الاطار السياسي شو قادرين ممكن يعملوا يعني. بس حتى بهيدا ليش انا بدي استعدي؟ ما تنسى بعدين عندك علاقه عندك لبنانيين عندك روس عايشين بلبنان مثل ما عندك لبنانيين هنيك عايشين معهم واحنا عايشين اليوم بمرحله علاقة كتير قريبة بيننا وبين روسيا. أوكي أنا قلت لك نحن ضد التدخل ضد الحروب بالمطلق بس ضمن حدود أنا برسمها لحالي النائب النفس يعني ما نأيد الهجوم بس طبعا كمان يعني ما تأيد الهجوم بس ما توصف بعدوان وانسحاب هذا اللي عم بقول لك إياه. نعم الإدانة بحد ذاتها هي أنا عم بحكيك عن شغلة صارت بروسيا امبارح انا تم الاتصال فيه امبارح واستهجان هذا الموقف من وزارة الخارجية من وزارة الخارجية الروسية ايه نعم. استهجنوا موقف وزارة الخارجية اللبنانية 100% راح يصير في شيء توضيح او محاولة لرأب راح يصير مش هنقول صار في صدع بس مش معالجة الموضوع هني يعني. بيعرفوا لك خلينا كمان هني بيعرفوا الى اي مدى هناك ما بدي اقول الكلمة الضعف هناك عدم اذا بدك حرية بالقرار الموجود بلبنان فيما يتعلق بمواضيع مثل هاي بيعرفوا يعني ضبطات وتشابه مصالح بينظروا لها يعني بياخذوها يعني بعين الاعتبار بتفهموه ولكن كان في عتب امبارح راح يكون في انا راح يكون لي زياره الاسبوع القادم الى روسيا لاجتمع بوزاره الخارجيه بهذا الموضوع وراح يكون في لي لقاء مع سعاده السفير بهاليومين القريبين جدا سفير روسي بلبنان سفير روسي بلبنان. قام سفير فرنسا وألمانيا لدى لبنان بزيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية الروسية وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأبلغ الوزير أبو حبيب السفيرين أن موقف لبنان ثابت وناب عن حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة خصوصا وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم. كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي عن امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية. وفي هذا السياق أضاف الوزير أبو حبيب أن الموقف اللبناني ليس موجها ضد روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة إنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة. وأشار الوزير أبو حبيب إلى أنه التقى بالأمس سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان وأعرب له عن أسفه وأن لبنان بصدد إصدار بيان إدانة للعملية العسكرية الروسية وأن هذا الموقف غير موجه ضد دولته ولا نرغب أن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوزير مع كل من سفراء أوكرانيا بولندا رومانيا فرنسا ألمانيا أتت في سياق البحث بموضوع مناقشة احتمال إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا وفقا لتطور الأوضاع الأمنية. بعدما كانت تحركاتهم لأقرار الدولار الطلابي في الجامعات خارج لبنان اعتصم أهالي الطلاب اليوم عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس ولكن للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من أتون الحرب التي تدور في أوكرانيا. وناشد الأهالي المجتمع الدولي بإنقاذ أبنائهم بعدما فقدوا الأمل من مناشدة دولتهم. واستغرب الأهالي الذين تحدث باسمهم فادي ملحم بأن الأرقام التي تم أعطاؤها للجالية اللبنانية في أوكرانيا كلها مقفلة أو ملغات وأن الطلاب باتوا مشردين في ملاجئ المترو وبعضهم انقطع الاتصال به.
اللبنانيين بالخارج وخصوصا بأوكرانيا وبهذا الوضع الراهن، نحن عم نطالب المجتمع الدولي، لأنه صراحة المجتمع اللبناني هون يعني قليل لتلاقي حدا عم يحكي بقضيتنا، لا شعب ولا مسؤولين ولا كأنه في حدا عم يصير معه شيء خارج البلاد. نحن عم نطالب بإخلاء أولادنا بأي طريقة ما. الوضع صعب، وضع حرب، ما في حدا عم يحكي، لا خارجية حكت، مجرد تصريح إعلامي، كليته تصريح إعلامي ولكن ما في شيء على أرض الواقع. فاصل، نواصل بعده النشرة. عودة لمواصلة النشرة، أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهنئا بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية. إلى ذلك استقبل الرئيس عون وفدا من مجلس وزراء العدل العرب، وأكد أمامهم أن بيروت تفتح أبوابها للجميع وبخاصة للأشقاء العرب، وللتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير القوانين وتوحيد التشريعات. في دائرة الجنوب الثالثة، هل الخرق ممكن؟ تقرير جورج عبود. دائرة الجنوب الثالثة بتضم 4 أقضية، هي النبطية بنت جبال، مرج عيون، وحصبية. يصح توصيفها بدائرة الخرق المستحيل، حيث يجمع الخبراء الإحصائيين على أنه المعركة فيها محسومة للثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله، نظرا للتقل الانتخابي للشيعة بالدائرة، حيث تصل نسبة الناخبين الشيعة فيها إلى ما يزيد عن 80%. لدائرة الجنوب الثالثة 11 مقعد نيابة بيتوزعوا على الشكل التالي: ببنت جبال 3 مقاعد للشيعة، بالنبطية 3 مقاعد للشيعة، برج عيون وحصبية 5 مقاعد، 2 للشيعة، 1 سنة، 1 درزة، و1 روم أرثوذكس. بانتخابات العام 2018 بلغ عدد الناخبين بهيدي الدائرة 490,362، اقترع منهم 228,563، فبلغ الحاصل الانتخابي 20,526. بدائرة الجنوب الثالثة تنافست 6 لوائح انتخابية، نجحت لائحة واحدة من بينهم بالوصول للحاصل الانتخابي، هي لائحة الأمل والوفاء، اللائحة الوحيدة المكتملة، وبتتألف من تحالف حركة أمل وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي. نالت 193,224 صوت، فحصدت مقاعد الدائرة الكاملة من دون أي خرق، وجاءت النتيجة على الشكل التالي: حسن فضل الله عن المقعد الشيعي بنت جبال، علي بزي عن المقعد الشيعي بنت جبال، أيوب حميد عن المقعد الشيعي بنت جبال، محمد رعد عن المقعد الشيعي بالنبطية، هاني قبيسي عن المقعد الشيعي بالنبطية، ياسين جابر عن المقعد الشيعي بالنبطية، علي فياض عن المقعد الشيعي بمرج عيون حصبية، علي حسن خليل عن المقعد الشيعي بمرج عيون حصبية، أنور الخليل عن المقعد الدرزي بمرج عيون حصبية، قاسم هاشم عن المقعد السني بمرج عيون حصبية، وأسعد حردان عن مقعد روم الأرثوذكس بمرج عيون حصبية. المفارقة أنه الخمس لوائح المتبقية المنافسة لليحة الثنائي الشيعي ما حصدت أصوات تذكر، حيث الفارق كان شاسع. لائحة الجنوب يستحق هي ائتلاف التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ومستقلين، نالت 17,058 صوت. لائحة صوت واحد للتغيير وهي لائحة الحزب الشيوعي، نالت 5,895 صوت. لائحة شبعنا حكي وهي لائحة القوات اللبنانية، نالت 4,710 أصوات. أما لائحتا المجتمع المدني، لائحة كلنا وطني نالت 2,262 صوت فقط، ولائحة فينا نغير نالت 659 صوت. ماذا عن الانتخابات النيابية 2022؟ بوقت عم تسعى القوى المعارضة بدائرة الجنوب الثالثة لتكثيف جهودها بهدف خوض الانتخابات النيابية المقبلة بلائحة واحدة، إلا أنه مطلعين على الحراك الدائر بهيدي الدائرة عم بيشككوا بالقدرة على تحقيق هيدي المهمة، مما رح يصعب عملية الخرق أقله بمقعد واحد، أكان مقعد الروم الأرثوذكس أو الدرزي أم السنة. على المقلب الآخر، بتوقع خبر لجوء المكنة الانتخابية لحزب الله وأمل إلى حث الناخبين على الاقتراع بكثافة من أجل رفع الحاصل الانتخابي، وبالتالي منع حصول أي خرق من قبل اللوائح الأخرى. فهل سنشهد نتائج مشابهة لانتخابات العام 2018 النيابية؟ مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك، وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.